الآن سنشاهد ما هو موقف شرطة كربلاء من قضية مقتل العامل الباكستاني. خلينا نتابع ماذا قالت شرطة كربلاء. يوم أمس كان لدينا حادث قتل حدث في إحدى المناطق السكنية نتيجة خلافات على موضوع المولدة بين القاتل والمجنى عليه. المجنى عليه هو من الجنسيات الأجنبية. القاتل كان لا يقصد قتل المجنى عليه، ولكن نتيجة إطلاقه العيارات النارية جاءت إطلاقه بشكل خاطئ، يعني أدت إلى مقتل المجنى عليه، وهو شخص معروف هذا القاتل يعني لدى القوات الأمنية ومحل سكنه معروف. اتخاذ إجراءات قانونية حاليا بحقه وفق المادة 406 من قانون العقوبات صدر أمر قبض بحقه. أيضا أحيلت الدعوة إلى قسم مكافحة الإجرام لكي تكون متابعة دقيقة وإلقاء القبض على هذا المتهم.